اوكي، مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتنا سوبر لينكس. طبعا صرنا في الحصة 1.2 من كتاب شو اسمه التفكير بالانواع، البرمجة على مستوى نوع بلغة هاسكل، Thinking with Types, Type Level Programming in Haskell. طيب، المرة الماضية حكينا عن الايزومورفيزم والكاردينالتي، عن التماثل وكمان ال العددية. اوكي، هلا راح نحكي عن الصم، the product، اوكي، والexponential types، يعني الجمع، الانواع اللي هي بتصنف انواع الجمع، انواع الضرب، اوكي، وانواع اللي هي اذا كيف exponential، يعني الشيء اللي بيروح طرد بسرعة، بتسارع بسرعة بسرعة. اوكي، يعني شغل جرومث، يعني اذا عندك انت رسم بياني، اوكي، فرضا هلا هني ما بعرف انه هو بيحكي عن نوع، بس عم بحاول افهمكم كيف معنات كلمه طردي، يعني اوكي كمعنى العام، اذا هذا رسم بياني، اوكي، الشيء الطردي يعني بتلاقيه هيك طالع هيك، صار بيطلع بسرعه 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 لفوق. فهمتني كيف؟ اوكي، اللوج، اوكي، ناتشرال لوغاريثم بيجي تحت، يعني كيف بيجي هيك، بيجي بهالطريقة يعني، تمام، فبطيء كتير، ما بضل طالع لفوق، تمام. طيب، فإذا بلغة العددية، اوكي، بالطريقه اللي بيحكوا فيها بالعدديه، سم تايبس، انواع الجمع، يعني بتكون يعني بتحكي عن الجمع، يعني شو انواع الجمع، بتحكي عن شيء العلاقه بالجمع بالاضافات، يعني تمام. ف شو اسمه، يعني المثال هيك الدغري على الموضوع، اوكي، هو شو اسمه، يعني النوع اللي هو الـ either A B، اوكي، either A B، either A B، يعني هو القيمة بتقول له يعني هل هي A او B، اوكي، و A و B ممكن يكونوا مش بالضرورة يكونوا نفس النوع، يكونوا مختلفين بالنوع، فهي يا القيمة يا يعني احد من، اوكي، حاط عليها بالمايلون either، يا يا بتكون يعني شيء A، اوكي، شيء قيمة A او شيء قيمة B، تمام. فكنتيجة العددية بقول لك تذكر عدد، عم بحاول فهمك عدد السكان الموجودين بهذا النوع الايذر، اوكي، رح يكون عدد تبعون A، يعني قديش الـ A فيها هذا النوع A، كم عنصر، اوكي، يعني او كم قيمة مستقلة عن الثاني، تمام، وقديش فيها الـ B كهذا، فبتجمعهم، يعني عرفت كيف، يعني قديش فيها الـ A كعناصر غير متكررة، تمام، وشو اسمه، والـ B قديش في عناصر لها تخصها غير متكررة، بتجمعهم مع بعض بيطلع العدد، تمام. هلا هو حيعطيك، حيعطينا مثال على الموضوع، فانت ك يعني زي ما انت تتوقع او انت ممكن تتوقع، يعني لهذا السبب الانواع هاي مثل ايذر اي بي، اوكي، تعتبر سم تايب، يعني نوع نوع من انواع الجمع، اوكي. هلا ال يعني شو اسمه الحدث الجاي، انه عبر انه كيف اجت هي شغله انه انه لازم ينجمعوا، اوكي، بتعمم لاي نوع من انواع الداتا، من انواع البيانات، اوكي، لهم عده زي كونستراكترز، عنده عده قيم، اوكي. فال شو اسمه، فالكاردينيتي تبع شي تايب، يعني العدد العددية تبع شي نوع، هو دائما الجمع تبع العددية تبع المؤلفات تبعيتها، المنشئات تبعيتها، الكونستراكتس تبعيتها، يعني
فإذا بس كان عندي هون الكونستركتور تبعك هو عندك this A، في عندك ذات B، كل وحدة هدول كونستركتور، أوكي؟ كل وحدة هالمنشئ بهاسكل، أوكي؟ وفي عندنا the other البول، أوكي؟ هلا البول طبعا هي لحالها كبول بدون كلمة the other، أوكي؟ بدون كونستركتور المنشئ هون the other، في عندنا بول، فبول بياخد بول يا بتعرف يا بتاخد يا ترو يا فولس، فإذا العدد عندك اثنين، تمام؟ فهلا إذا العددية تبع كل هاي كلها صاروا عند الدي ال اي بي زي ما عمل بالايذر اي بي، بصير العددية تبع اي زائد العددية تبع بي، اوكي، وطالما في هون زيادة اوكي البول فبتصير هاي شو اسمه إيه كمان اثنين، لانه ذا اذر ممكن تاخذ ذا اذر ترو او ذا اذر فولس فبتصير اثنين، اوكي، فبتصير هاي كلها ماشي. طيب فينا ننظر ل او يعني نظرتنا للعددية تبع كمان الميبي، شوف الميبي اي هلا ف شو اسمه يعني مثلا لما تحكي الميبي، ميبي معناها يمكن، يمكن شو يمكن انه في من هالشغلة او ولا شيء، يعني هاي القيمتين ممكن يكون عندك nothing انه ولا شيء او بس هالشغلة، فلما تقول انت بس هالشغلة اوكي، فاذا بتشوف هالشغله شو نوعها اوكي هطلع العدديه تبعها هيدي الشغله اوكي اللي هي الاي عندنا هون اوكي، والناثينج لحالها بتنحسب قيمه عاد زي الصفر بنحط واحد اوكي بتنعد عدها اوكي قديش في منها في واحد تمام. الناثينج هاي كم قيمه ناثينج ممكن تكررها واحده مستقله بحد ذاتها تمام. فانت كان طبعا عم تعد عدد العناصر او القيم اللي ممكن تعملها الميبي مع النوع اللي بدك اياه تمام. طيب وطبعا كمان فينا نضيف شغله، كيف عملنا فوق هون اذا بدك تطلع في الميبي اي كده طلع كانه ديل لاي بس شو اسمه البي مش موجوده فبهاي بتسفر تمام. بيبقى عندك افترض هون the other عرفت كيف بول، هلا هي البول انا بتاخذ اثنين the other يعني افترض حط حتى انا كلها محل nothing فبتصير بتصير واحد شو هاي طريقتها اذا بدك تطلع فيها اوكي. طيب هلا بنفس الطريقة اوكي في الوجه المقابل عندنا يعني المكافئ او يعني اللي بيشبه كمان السم تايب نوع انواع الجمع، في انواع الضرب برودكت تايب، انواع الضرب برودكت تايب يعني الملتيبليكيشن تايبس بتسميهم كمان. فهذه خلينا نشوف اذا مثلا كان عندنا مثال، المثال الصارخ هيك دغري على هذا الموضوع انه مثلا النوع العدد الزوجي اوكي، يعني مثلا عندك اي بي اوكي بين هاي لو كانوا اي وبي وسي اوكي كمان هذا ممكن يمشي، فالعدديه تبعته بتصير قديش العدد العناصر تبعون المستقلين عن بعض غير متكررين اوكي الفرادة الفرديه اوكي هذا عدد العناصر الفريده بدون تكرار للاي والبي اوكي، فبتجيب قديش فيها الاي تضربها بقديش فيها من البي اوكي. دائما بنركز على عدد العناصر اوكي الغير متكررة، يعني مش اذا مثلا كتبت ان اللستة واحد اثنين اثنين واحد واحد لا خلص بتنحسب الواحد مرة واحدة، كم يعني انت بس تشوف بالسرد واحد بتضيف واحد بس تشوفه مرة تانية معش تزيده خلص اوكي بتشوف وين في واحد تاني غيره شو يعني هاي لو فرضا خلينا مثلا نكتب هيك بشي مطرحة تمام. لو انا مثلا اللستة تبعتي واحد اثنين واحد واحد اوكي بس ان شاء الله ثلاثة ثلاثة اثنين اوكي هول الكاردينال تبع هذا اوكي طلع واحد اثنين وثلاثة يعني شو نهمل المكرر، هلا ضل عم بحاول اركز عليه بنهمل المكرر بس هاي القيم المتاحة عندك، يعني انت شو ممكن تعبي بهيدي الخانة اوكي.
شو القيم اللي انت بتتوقع ممكن تركبهم بهذه الخانه بالداله؟ اعتبر الديل مثلا هون داله، اوكي؟ مثلا عندنا داله بتقول لك مثلا ديل، اوكي، وبتاخذ اكس واي، اوكي؟ هلا لو الاكس هو طبيعته انتجر فبتاخذ كل الاعداد كلهم. شو قديش فيها ارقام، تمام؟ والواي لما انها دبل بتصير تاخذ قديش فيها ارقام فواصل ممكن تحطهم، تمام؟ يعني يا رب تكون وضحت، يعني انا بالنسبه لي واضحه، ما بعرف، يا رب تكون وضحت لكم، لانه هاي شغله ما بتطمن اذا ما فهمتوهاش من الاول، تمام؟ هلا فلحتى نعطي توضيح، افترض او خذ بعين الاعتبار يعني مثلا عندنا الكسر المختلط، اوكي، بالشكل انه 5.5، اوكي. هلا نحن في نمثل هذه بهاسكل عبر برودكت تايب، اوكي. في عنا الميكست بت، اوكي، بتكون طبيعتها وورد 8، وفي عنا نيوميريتور بيكون، وعنا دومينيتور دينومينيتور شوي لساني تقيل عليها هاي الكلمة دائما بفوزها مرات، انا دومينيتور خلص دينومينيتور هي، اوكي، دومينيتور معناها المسيطر، اوكي. فهون يعني فاز نيوميريتور اللي فوق والدينومينيتور اللي تحت، تحت الكسر، اوكي، اسفل الكسر هو بالانجليزي الدينومينيتور، وفوق الكسر محطرح الواحد يكون شو؟ نيوميريتور، اوكي، معدد يعني. طيب او السر، فاذا في عندنا الميكست بت بتكون طبيعتها وورد من يعني بتكون الف 8 بتات، تمام. هلا حتى نحسب الكاردينات تبعها، هاي نحسب العدديه تبعها لهاي، اوكي، فبتصير تشوف قديش الوورد 8 بتعمل، اوكي، يعني هي 8 بت، فبتركب انت وورد 8 يعني هي مؤلفه من 8 بت، اوكي. ف 8 بت بيعملوا 2 أس 8، اوكي، بيطلع 256 ضرب قديش ممكن تحط من النوع A قيم مستقله وفريده عن بعض، مختلفين تماما عن بعض، كلهم مختلفين عن بعض، اوكي، كلهم 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 كل القيم، اوكي، مختلفين عن بعض، لازم اركز على النقطه، فبتعمل عمليه الضرب كما يلي، تمام. ليش؟ لانك انت هون حاطط فراكشن وصاير طريقته مثل الاقواس، اوكي، بس في اقواس خلص بغض النظر اذا كان هلالين ولا هذا، كمان بيعمل لك فيهم كاردينالتي العدديه بتيجي الضرب تبعهم، تمام. هلا ك كونسيكونس، ك يعني عاقبه مثيره للاهتمام، اوكي، ونتيجه مثيره للاهتمام لكل هذه الشغلات العددية، انه نحن بنلاقي حالنا قادرين انه نعبر الحقائق الرياضية باستعمال الانواع، اوكي، يعني من خلال الانواع فينا نعبر عن كثير من الحقائق العددية الرياضية، الحقائق الرياضية، اوكي، كثير من الحقائق الرياضية فينا نعبر عنها من خلال الانواع. فمثلا نحن فينا نبرهن انه A ضرب 1 بتساوي A، اوكي، عبر يعني انه تبرهن الايزومورفيزم، اوكي، التماثل بين يعني التايب اللي هو بيجي نوع A هون في هاي الحالة 1 و تمام، والنوع A هيك، عرفت كيف؟ هذا الهلالين وهذا A، تمام. هلا فاذا بصير بدنا رد يونت 2 A، لما تحط انت شيء من نوع A، اوكي، بيعطيك هذا العدد الزوجي بهالشكل، و رد يونت 2، اوكي، لما تحط يعني بصير التعريف تبعها انه حط شيء من نوع قيمة A بيعطيه هذا القيمة، اوكي. نفس الشيء الفرام، اوكي، هو عم بيعمل طريقة الفرام 2 اللي اخذناها بالبوليمورفيزم مش بوليمورفيزم ايزومورفيزم لما عرفناها، عم بحكي عن الفروم تو الاب داون، هدول هو عم يظبط شيء له،
على هذا الاساس عشان يصير عنده ايزومورفيزم. اوكي بس يكون في شيء تو فروم دائما وبيعملهم تو دوت فروم بيعطي الاي دي وفروم دوت تو بيعطيك الاي دي كمان. تمام وهون نحن فينا يعني ننظر او نفكر ب اليونت تايب اوكي ك يعني ميزه او ايدنتيتي مونويدال اللي بسموها اوكي للبرودكت تايبس اوكي بطريقه انه شغله العلب بالمونادز هون بتكون تروحوا تشوفوها اوكي ف او لا بالمونويدز عفوا في شيء العلب بالمونويدز مش بالمونادز اوكي بطريقه انه انه اذا بدك تحدد الزئبق بهذا ما حد غير بشيء اوكي لانه اي ضرب واحد ضرب رقم واحد بضل رقم اي اوكي شو ما كان هذا الاي فنحن فينا يعني هذا هون بيكون عندنا اليونت تايب هذا فنحن فينا نعمل مزاوجه مع يعني مع قد ما بدي من اليونت تايبس الانواع الوحديه الوحده هي بتعتمد على الوحده اوكي اللي احنا على قد ما بدنا اوكي هلا نفس الشيء الفويد بيتصرف كمونويد اليونت اوكي للسم تايبس اوكي الانواع الانواع الجمع اوكي هلا هون بدنا نشوف تعريف المونويد اليونت يعني اوكي بس خليني اجيبها لانه انا كمان بدنا نشوف هلا خلينا ناخذ الفورم ديفينيشن هيك اسرع هي كاتيجوري سي تصنيف سي مجهز ب يعني بنيه بتكون طبيعتها مونويدال اوكي البنيه المونويدال بتكون تتالف من التالي في عندنا باي فانكتور اوكي اوكي الفانكتور هو الرابط بين 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 شو اسمه بين فئتين اوكي وبالاخر يعني نوعا ما فيك تطلع فيهم كمجموعتين يعني اوكي واللي هو يسمى تنسور برودكت تبع المونويدال برودكت اوكي فانت اول شيء عم تربط كل اثنين مع بعض تمام يعني بنفس الفئه سي اوكي يعني بتجيب سي ضرب سي كمونويد اوكي كتنسر برودكت برجعك على نفس الفئه سي اوكي والاي هو اليونت اوبجكت او الايدنتيتي اوبجكت يعني مثل ال هلا فهمت انا اوكي يعني عندك مثلا تصنيف الارقام اوكي فدائما بس تضرب رقمين ببعض دائما برجعك على نفس النوع كرقم تمام فبس مثلا للضرب بيكون عندك الاي الايدنتيتي مين هو بيكون الواحد لانه واحد ضرب اي شيء بيرجع على نفس هذا الشيء اوكي فهذا اليونت اللي عم بيحكوا فيه
طيب زين، هاي هون اشياء العلاقه بالكاتيجوري ثيوري. اوكي طيب، لما نعوز بعد زياده بنبقى نحكي. تمام، بس هذا الشروط الاخرى. اوكي يعني بتالف المودل يعني ستراكشر. اوكي، البنيه اللي هي طبيعتها مونويدال. تمام، وبالتالي الفئه هون يعني كيف الفئه اللي عم بيحكي عنها. طيب كمان الفويد بتتصرف كمونويدال يونت لوحده او الايدنتيتي تبع المونويد. اوكي لانواع الجمع، يعني كانه هو الصفر. الفويد اصلا هو معناها انه الفراغ. اوكي، فمعناها الصفر. To convince ourselves of this, the trivial statement a plus 0 بساوي A مثلا. اوكي، طبعا اي شيء زائد صفر بساوي هذا الشيء. اوكي، فهو هذا الشيء ممكن واحد يطلع فيه كتماثل كايزومورفيزم بين الايذر A مع void والA. تمام، فيك تعمل ايزومورفيزم بين الايذر A void اوكي والA، لانه انت بتقول يا في رقم يا صفر. اوكي، يا في قيمه يا في عرفت شو، يا في قيمه يا ما في قيمه. فهو بقول لك ايذر انه في قيمه A او بكون في عندك الفويد، وبعدين عندك كمان لحال هذيك لحال 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 على جنب. اوكي، اللي هي ال A. تمام، فهيك عم بيعمل التول فروم تبعها للسم يونت. تمام، طيب هلا هون بقول لك لفت A لما تكون الايذر عم تاخذ يعني هون هي على جهه اللفت، هي جهه الرايت من الايذر. اوكي، يعني يا يمين يا شمال قصدي. اوكي، يا القيمه اليمين يا القيمه الشمال. اوكي، يا القيمه اليسار يا القيمه اليمين. تمام، يعني فاذا قيمه اليسار بتساوي A الرايت V، لان هون لازم يكون void، بدك عبي void حد الرايت، فحط لك شيء متغير في V. عم بشغل function اسمه absurd، هلا بنشوف شو قصته. اوكي، حاط عليه مسميه رقم واحد لما نزلت تحت الكتابه. بقول لك في عمل from. اوكي، اذا حطيت انت A لازم يرجع لك either A او void. اوكي، فدائما برجع اذا كان يا left يا رجع لك left اكيد، لانه في قيمه. تمام، ما رجع void. طيب هلا طيب الفانكشن ابسيرد هذا، اوكي انه شو هالحكي الفاضي يعني ابسيرد، لك ذاتس ابسيرد حكي فاضي يعني. اوكي، ف شيء مش معقول يعني. تمام، مش حكي فاضي بس انه اظن شيء مش معقول. ف الفانكشن ابسيرد يعني عم بحكي عن هذا الفانكشن، عنده النوع انه void بيعطي A. تمام، يعني void بس بياخذ شيء رقم قيمه صفر مثلا، ورجع رجع مع حلها القيمه A. تمام، شو ما كانت ال A. هلا هي نوع من الحكي الفاضي. اذا انت بتعطيني شيء فاضي هيك فراغ، انا ممكن اعطيك اي شيء بدك اياه. تمام، على الرغم انه هذه ممكن تعتبرها كذبه. اوكي، او هي كذبه يعني، انه بعطيكش شيء ما بتعطيني شيء، انت بتعطيني شيء. لا مش معقول، واحد لما بده يعطي بده يعطي مقابيل. عرفت كيف قصدي؟ لانه في عندنا او ما لانه ما في عندنا هون اي فويدات لحتى يحصل عليها بالمكان الاول. اوكي، نحن ما فينا يعني ما فينا الا ما نبرهنها. اوكي، ما فينا انه ما نبرهنها.
لازم نبرهن، لازم تكون مبرهن يعني. تمام. فانواع الدوال function types كمان عندهم يعني ترميز، مثل يعني عندهم ترميز لل as كجمل اوكي عن العدديه اوكي. فهن اوكي فهن يعني كمان بيحكوا عن exponentialization، يعني عندهم طرديه بتصير العمليه اوكي، عمليه الحساب الطردي اوكي، زي ما حكينا لكم عن الرسم البيان اللي فرجنا لكم باول الرسم باول الحصه. فلحتى نعطي مثال اوكي، في عندنا يعني العددية تبعتك cardinalities اوكي بتصير 2 قص 2 للنوع هو بول بيعطي بول. تمام. لما تحط function function اوكي بول بيعطي بول، انت بتعطي شو الاحتمالات اللي ممكن تعبيها بمحل بول هون ومحل بول هون. تمام. فطبعا اذا حطيت هون true ممكن تعطيك true. تمام. هاي هيدي وحدة، هيدي اثنين عفوا، true ممكن تعطي true ممكن تعطي false، فولس ممكن تعطي ترو، وترو ممكن وفولس ممكن يعطي ترو. بس هو يعني على اساس مثل الفانكشن، كيف ما بده الفانكشن يعني يعطيك ترو فولس، عرفت كيف؟ مش انه تحسبوهم زي ال ما حداش يخلط بين الاند والاور وهذا الكلام اللوجيك اوكي. انسوا هون، مالوش دعوه هون، بس عم بقول لك شو القيم ممكن تعبيها بالقيمه بول بول اوكي. تمام. هو هيك قصده. تمام. يعني عندك هون مطرح هاي البول، مطرح هاي دي البول بتعبي ترو وفولس، هاي اثنين، وهاي دي البول بتعبي اثنين كمان ترو وفولس، فبيطلعوا قديش عددهم كلها بعض؟ أربعة. تمام. عشان هيك تطلع 2 قص 2. تمام. هلا هدول الفانكشنز اوكي اللي هن هدول او هدول الفانكشنز اوكي، الاي دي والنط والكونست كونسترو والكونست فولس اوكي. تمام. هن هدول الفانكشنز اللي بيعطوك هذا، يعني هيدي السيجنتشر هي. تمام. هالتوقيع هذا، هالادخالات هي والاخراجات. تمام. هدول كلهم يعطوك شو؟ 2 اس 2 كاردينالتي تبعيته. هلا جرب على قد ما بتقدر اوكي، بس انت ما حتلاقي يعني فانكشن صافيين، دوال صافي بيور فانكشنز اوكي بين يعني بين البولز اوكي، ما حتلاقي دوال ثانيين صافيين مثل يعني بقلب هذا بوليان مثل اوكي. هلا بشكل اكثر عموميه تعميما اوكي، بشكل اكثر عام، لما يكون عندك النوع A بالنوع بيعطيك النوع B، دائما بتجي العمليه انه قديش ال B اس قديش فيها ال A من عناصر. تمام. هلا بينما انه ممكن يكون هذا الشيء مفاجئ اول وهله، كيف انه صار B اس A اوكي كاردينالتي تبع، يعني كاردينالتي تبع B، العددية تبع B اس العددية تبع A اوكي. فهي دائما يعني بتبين يعني بشكل عكسي لإله. تمام. يعني شو اسمه هون الادخال او الارجيومنت الحكي هو هون صاير هيك دغري. تمام. فلكل قيمة من الـ A اللي داخله اوكي ممكن تربط عليها قيم B كلهم، عرفت شو؟ لكن احنا فينا نختار اي قيمة من B لكل قيمة من A اوكي. فالنتيجة بتطلع انه الفانكشن A بيعطي B، بصير الكاردينال تبع B ضرب الكاردينال تبع A تبع B ضرب ضرب اوكي على عدد هدول المكررين كلهم اوكي
على قد ما في عناصر بالـ A، فبتطلع B أس يعني العددية تبع B أس العددية تبع A. تمام؟ هلا بقول لك خد جرب هيدا كتمرين لإلك. تمام؟ اوكي؟ طبعا حتطلع معك شو؟ بدك تشوف هون بول، فهيدي حتطلع فيها قديش؟ 2، 2 أس شو؟ 2 أس العددية تبع الإيذر بول، بول، ميبي بول، اوكي؟ خليها هي آخرها بس أخلص، بسيطة هي مش صعبة، اوكي؟ هلا بقول لك كمان هيك القارئ المفتح اوكي واللي منتبه منيح اوكي واللي واعي شو عم بيصير اوكي ممكن يعني يصير يفكر انه اذا فيما اذا عمليه اذا في مثلا تقول يعني في عندنا سبتراكشن تايب يعني نوع الطرح، ما في نوع الجمع، في نوع الطرح مثلا، هل في نوع الطرح مثلا ولا في نوع لل للاسم اوكي او اي عمليه حسابيه اخرى لها معنى عندنا لما ممكن تطبع على انواع اذا كان في شيء هيك يعني هل فيها اوكي هلا فعلا في اوكي بس هاي هن هاي شغلات بيكون صعبين اذا مش مش مستحيلين يعني كثير صعبين ان الواحد يعبر عن هاسكل تمام كثير صعب تعبر عنه بلغه هاسكل فالسبتراكشن بيساوي يعني بما بيساوي الانواع بقيم معينه بتكون انشالت تمام قيم مختاره كمعينه بتكون انشالت بينما القسمه بتكون يعني يعني نوع القسمه يعني كيف مثلا نوع الجمع اوكي في نوع القسمه او الاسم تبع اسم تبعت النوع بتخلي بعض من القيم تبعيتها متساوي اوكي يعني بي يعني بي هيك بتوجه اللي عم بحكي فيه انه هي بتكون معرفه بشكل متساوي اوكي بدل ما تكون معرفه بحيث انه تكون عندها الاي كيو انستانس تبعت من هاسكل تبعت المساواه اوكي واللي هي بتخليها بتخليها ان الامور الواحد يعمل مساواه بيناتها اوكي بتخليهم متساويين طيب فبالحقيقه اوكي بالواقع حتى قصه الديفرنشلز في الكالكولاس يعني التفاضلات تفاضليات في في الحساب التكامل والتفاضل اوكي عنده معنى في يعني حقل الانواع اوكي في نطاق الانواع احنا عشان نحكي عن سم تايب برودكت تايب يعني نوع الجمع ونوع الطرد ونوع الاكسبوننشال الطردي فنفس الشيء في كمان بالديفرنشلز بالتفاضل اوكي رغم احنا مش حنناقشهم اكثر من هيك اللي حابب بيقرا يعني شخص عامل بارقه بحثيه اسمه كونر ماكبرايد اوكي بقول لك اسم الورقه البحثيه هي regular of the regular of a regular type is its type of one whole context اوكي فبقول لك هون انه الورقه عنوانها انه المشتقاق تبع نوع عادي اوكي منتظم اوكي هو هو النوع تبعها تبع يعني السياقات اللي لها زي خرم واحد اوكي لها يمكن جوره واحده بس تمام هيك عم بفهم على كل بعدين هاي اذا حبيت تقدر ترى حاب ترى بص رياضيات من الشكل روح اتفرج تمام هيك نحن بنكون خلصنا ال 1.2 خلينا نحسب الكاردناليتي هون اوكي طيب هلا فاذا خلينا ننسخها بعدين
هلا قلنا البول اوكي شو اسمه البول الكاردينات تبع بول بيساوي 2 تمام طيب الكاردينات تبع هاي اوكي هيدي 2 تمام هيدي هون بتكون 2 ضرب الكاردينات تبع ميبي بول تمام ف شو اسمه هاي الميبي بول تطلع 3 تمام الميبي بول لانه بتساوي البول زائد 1 شيك اللي هي بتساوي 3 تمام لانه احنا في عندنا الواحد تبع nothing تمام اوكي طيب اوكي هلا هيك طلعنا هاي وطلعنا هاي اوكي هلا صار عندي من هون تطلع على في عندنا كمان في عندنا الايذر تمام طيب طيب هلا الكاردينات تبع هاي بالاول اوكي فهاي تبعها بتساوي شو بتساوي الكاردينات تبع البول ضرب ضرب الكاردينات تبع ميبي بول اللي هن القيم تبعتهم صارت 2 ضرب 3 تساوي اوكي 6 ماشي طيب وعندنا هناك ايذر بول تمام يعني في عندنا ايذر اوكي فبتصير الكاردينات تبع هاي كلها انه في 2 هذه سمطاي صارت هاي زائد هاي شي حتى نرجع للقوانين شوي نشوف الايذر كيف تشتغل جماعة شفت كيف طيب فاذا بتساوي شو عندي البول بول هون 2 هيدي 2 هيدي 2 وهيدي حسبناها كلها طلعت 6 8 تمام هلا هون هاي جاي وين لما يصير في عندك يعني فانكشن زي الفانكشن اوكي لانه هذا كله فانكشن كيف تحسبوها هاي كانها هاي بتطلع فيها كانه كل اياها كانه اي عم تعطيني بي كلها تمام كلها هاي ففي اللي بعد في اللي قبل السهم وما بعد السهم تمام فبتصير كلها الكاردينات تبع البول اوكي اس هاي الاس الباور لانه ما في حاجه للباور اس تبع مين الكاردينات تبع او خلينا ناخذ هيك دغري تبع هيك هون بتساوي 2 اس 8 اللي هي بتساوي 256 او 256 تمام هو العدد بالضبط هيك تنحسب ماشي وهذا كل شيء هاي الحصة نشكر المتابعة شباب والسلام يلا باي